حيث حققت مصر فائضا أوليا بقيمة 14 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بالموازنة، كما تراجع العجز الكلي بقيمة 0.5%. وأرجع وزير المالية محمد نعيد هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452 مليارا و900 مليون جنيه، أي بما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا. أشار إلى استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. لمزيد من المتابعة فيما يتعلق بهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إسلام عبد العاطي نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. أستاذ إسلام، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. دعنا بداية نبدأ بالمفاهيم والمصطلحات لنضع السادة المشاهدين في صورة أوضح بشكل أو بآخر. ماذا يعني تحقيق فائض أولي بقيمة 14 مليار جنيه أستاذ إسلام؟ هو طبعا احنا عندنا لسه الـ نقدر نقول الموازنه العامه للدوله او نقدر نقول الارقام النهائيه بتكون مش واضحه حتى الان، فدي تعتبر مؤشرات اوليه. فكلمه ان احنا بنحقق فائض اولي معناها اننا حتى الان يعتبر احنا مغطيين المصروفات الخاصه بالدوله خلال الفتره اللي فاتت. طبعا ليه هو اولي؟ لان لسه الفتره ما انتهتش، فلسه مش عارفين هل هتكون في مستجدات ولا لا، وبالتالي ده الموضوع ده يعتبر اولي لان لسه الارقام دي تعتبر مش الارقام النهائيه او مش الارقام النهائية. طبعا احنا عندنا في حوالي 452 مليار دي الايرادات العامه للدوله، دي طبعا غير الناتج المحلي، يعني دي تعتبر بس ايه الايرادات العامه خلال النص الاول 452 مليار، منهم حوالي 334 مليار ضرائب، يعني هي ما زال حتى الان ان اغلب الايرادات العامه للدوله بتيجي من الحصيله الضريبيه. طبعا المؤشرات الاوليه بتقول ان العجز العام او العجز في الموازنه العامه هي تراجع السنه دي، احنا كنا مستهدفين حوالي 7.5% خلال العام بشكل كامل، حققنا حوالي 3.6%، فده يعتبر خلال النصف الاول، فده يعتبر يعني تقدم نسبيا يعتبر جيد جدا. تراجع العجز ده ناتج عن يعني في سببين، اول حاجه زياده الايرادات، طبعا احنا اتكلمنا ان الايرادات العامه بدات تزيد للدوله واغلبها ايرادات ضريبيه، والحاجه الثانيه خفض الانفاق الاستهلاكي اللي هو بقى يعني نقدر نقول بين قوسين كده الدعم. يعني او اعاده توجيه الدعم مره اخرى، هو ده يعتبر خفض الانفاق الاستهلاكي نسبيا برغم ان في ارتفاع في الانفاق الاستثماري، وده يعتبر شيء ايجابي. فكنا بنتكلم على المستقبل، فاحنا يهمنا ان يكون في ارتفاع في نسبه الانفاق الاستثماري، طبعا بيترتب في القطاعات اللي احنا يعني محتاجين فيها قوي الانفاق اللي هي قطاع الصحه، طبعا في 14% زياده في الانفاق، وفي 7% او 7.5% في قطاع التعليم. وطبعا ما ننساش برامج الحمايه الاجتماعيه للفئات المتضرره من جائحه كورونا، الحكومه خططت لها جزء كبير. صحيح. ساصل مع حضرتك الى نقطه برنامج الاصلاح الاقتصادي المطلق منذ 2016، لكن اريد ان اقف معك عند النقطه المتعلقه بالعجز الكلي بشكل او باخر. وزير الماليه كان لي اشار الى ان الوزاره بتعمل على تحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار نزول مستدام، آلية تحقيق ذلك أستاذ إسلام كيف من الممكن أن يتم ذلك تحديدا فيما يتعلق بالعجز العام، خاصة وأن حضرتك بتتكلم أنه تم تحقيق نتائج إيجابية بالأرقام في توقيت ربما قصير؟ وطبعا أهم حاجة أننا نقدر أننا نوصل مستويات العجز أن هي تقل ونبدأ نحقق فوائد ونبدأ نقلل من الأعباء اللي هي خاصة بخدمات الدين العام، أن احنا نقلل من اعتمادنا على القروض. علشان نقلل من اعتمادنا على القروض فاحنا لازم اننا نشغل الصناعه او نشغل اي مصادر بتدر دخل، يعني زي ما احنا اتكلمنا عن الانفاق المالي اللي هو انا بنفق النهارده مصروفات مش للاستهلاك ولكن لتشغيل الاقتصاد بشكل اكبر عشان نقدر اننا نحقق مستهدفات ونحقق فوائد خلال السنين اللي جايه. يعني على سبيل المثال ان انا باخد قرض مثلا، اغلب القروض اللي بتاخدها الحكومه خلال الفترات اللي فاتت تعتبر موجهه للاستهلاك، يعني ان انا بسد عجز موازنه في القطاعات الاستهلاكيه، ولكن الفتره اللي جايه مفترض ان يكون حتى لو احنا اعتمدنا بشكل ما على القروض جنب مع الايرادات العامه، مفترض ان يتم توجيهها بقى لدعم الصناعه ودعم التجاره ودعم اي مصادر تحقق لي ايرادات، من هنا ابدا اقلل من اعتمادي على القروض خلال السنين اللي جايه،
فيبدا كتله الدين العام تقل، تبدا عكس الموازنه تقل، تبدا تتخلص من الديون بشكل عام اللي موجوده عندنا. فمفتاح الموضوع كله بيتركز على ان انا احول جزء كبير من انفاقي بدل ما هو استهلاكي احوله للجزء الاستثماري، والقروض بتاعتي بدل ما انا بنطق منها على الاستهلاك احولها للجانب الاستثماري. وطبعا الحكومه مش عارفه ان هي يعني او الصعب ان هي تلم كل الموضوعات دي مع بعض. انا محتاج اقلل عجز ومحتاج ازود انفاق القطاع الاستهلاكي، محتاج ازود انفاق القطاع الاستثماري، ان هي تلم كل القيود ديت شيء يعتبر صعب جدا. وطبعا احنا نشكر الحكومه ان هي قدرت ان هي خلال، برغم ان اغلب الدول اللي حوالينا ودول العالم بتشهد انخفاض في معدلات النمو، ولكن احنا يعني بنتحسن. احنا كان مستهدف نسبه نمو او معدل نمو حوالي 2.6 خلال 2020، وصلنا بها ل3. فده يعني احنا حتى بنحقق ارقام اعلى من المستهدفات، وده يعتبر شيء. طيب حينما نتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق المستهدفات أستاذ إسلام، يجب أن نضع المواطن كجزء لا يتجزأ من القيام بهذه الخطة. حجم أو مردود العائد على المواطن من كل ما يحدث كيف تابعته، كيف يمكن قراءته أستاذ إسلام؟ ويمكن المردود مش هيبقى ملحوظ قوي خلال الفترة اللي فاتت أو حتى خلال الفترة القصيرة اللي جاية. يعني طبعا احنا بنتكلم ان احنا بنعمل بنيه تحتيه في البلد، احنا بنشغل مصانع كانت توقفت من سنين طويله، اللي هي المصانع الحكوميه الضخمه اللي كانت بتشغل عدد كبير جدا من الناس، زي مصانع الغزل مثلا. بنتكلم عن اعاده احياء صناعات خرجت من ايد الاقتصاد، زي صناعات الاسمنت والحديد مثلا، كلها خرجت من ايد الاقتصاد الحكومي ودخلت في الاقتصاد الخاص وبقت اسعارها هي نفسها اسعار السوق. خلال الفتره اللي جايه مفترض ان المواطن يبدا يحس بثمار الاصلاح الاقتصادي. طبعا احنا الفتره اللي فاتت كان في تفشط كبير بالنسبه للمواطن، كان حاسس ان هو في ضغط عليه من ارتفاع الاسعار، عدم تحرك الفول بنسبه موازيه لارتفاعات الاسعار، ولكن ده يعني نقدر نقول ان احنا بنستحمل بس شويه. خلال الفتره اللي جايه هنبدا بقى نكتب ثمار الاستثمارات اللي احنا عملناها، يعني نستطيع القول من هذا المنطلق أستاذ إسلام أن اللي حضرتك بتتفضل به هي ضمانات الإبقاء إن صح التعبير على هذه الأرقام المتعلقة بالنجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري؟ أكيد طبعا. هو احنا عندنا الفكرة بس يا جماعة أننا بنعمل يعني مثلا لما بنيجي ننشئ مصنع، المصنع ده مش هيديني انتاج من اول ما اقول انا عايز اعمل مصنع هاخد انتاج النهارده، مش هشغل الناس النهارده. انا مبدا احكي الصناعات ديت وانشئ المصانع ديت، فده محتاج وقت طويل عشان تشتغل، تبدا تديني انتاج، تبدا تشغل ناس. فهو ده الانفاق الاستثماري، ان انا بحرم نفسي، هي ده تعريف الانفاق الاستثماري في الاقتصاد، ان انا بحرم نفسي فتره زمنيه معينه علشان ابدا انتفع بالمزايا اللي هتعود عليا من هذا التوفير او هذا الاستثمار. فكذلك طبعا مش هيظهر الكلام ده نتيجته خلال فتره زمنيه بسيطه، ولكن محتاج شويه وقت علشان يبدا يظهر الاثار الايجابيه لده. واحنا انتظرنا الحمد لله، واعتقد مستعدين ننتظر فتره كمان علشان نبدا نجني هذه الثمار. صحيح صحيح. حضرتك تفضلت وذكرت نقطه متعلقه بالاستثمارات. يمكن الحكومه حطت الاستثمار او الاستثمار الاجنبي من ضمن اولوياتها مع توفير الكثير من التسهيلات، الى اي مدى كل هذه الخطوات فيما يتعلق بالشق الاستثماري ساهمت ايضا في صمود الاقتصاد المصري امام هذه الجائحه؟ ويمكن الاستثمارات الاجنبيه يعني موجوده عندنا من سنين استثمارات اجنبيه، ولكنها الحكومه بتستهدف ان الاستثمارات دي تكون طويله الاجل مش قصيره الاجل. يعني مش مستثمر اجنبي يدخل عندي يقعد شهرين ثلاثه يعمل شويه عمليات مثلا تجاريه سريعه ويخرج ثاني. احنا عايزين الاستثمار الاجنبي ده يفضل موجود ويفضل مستمر موجود عندنا. ده يؤدي لان انا اول حاجه بشغل الايدي العامله اللي موجوده، ثاني حاجه بستخدم العمله الصعبه اللي احنا محتاجينها في تمويل عمليات الاستيراد. فبالتالي خلال الفتره اللي فاتت الحكومه كان عندها استثمارات تعتبر ضخمه جدا في قطاعات هي المستثمر الاجنبي بيجي عليها تحديدا، زي قطاعات الطاقه مثلا. عندنا المستثمر الاجنبي احنا عندنا بنيه تحتيه رهيبه بتتعمل في الطرق والكباري والنقل والكلام ده كله، جزء كبير منها استثمارات اجنبيه. فطبعا الاستثمار الاجنبي لما بيلاقي في بلد بتنمو اقتصاديا وعندها فرص للنمو وفرص للشغل، هو بيجي من غير اي دعوه. يعني بيكون هناك نوع من انواع الثقه.
اكيد طبعا احنا عندنا يعني مؤشر او التصنيف الائتماني لمصر كذلك يعتبر عامل، يعني احنا عندنا لما بنطرح سندات مثلا خزانه او بنطرح السندات الدولاريه بتتغطى بشكل كبير جدا خارجيا، وده معناه ان في ثقه من المستثمر الاجنبي في الاقتصاد المصري، والا مش هيحط فلوسه عندنا لفترات تتراوح ل 20 و30 سنه. فالمنظومه كلها ماشيه بشكل ايجابي جدا، ولكن نقدر نقول مش هنحس بالاثار دي دلوقتي، يعني الموضوع محتاج ان الحاجات دي كلها تؤتي ثمارها بعد كده هنبدا نشهر ان شاء الله. طيب استاذ اسلام، سؤالي الاخير لحضرتك، حينما يتم وضع اي خطه متعلقه بالاقتصاد حتى بالصحه، اي خطه تتضمن رؤيه مستقبليه، لابد ان يكون هناك رؤيه لما بعد تحقيق ايضا النجاحات. اذا تحدثنا ان الان الاقتصاد المصري خرج من مرحله الركود الى مرحله التعافي، ما هي المرحله المقبله ربما التي من خلال متابعتك للمشهد بشكل عام ترى أن الوزارات بكافة أنواعها وضعت هذا الهدف أمام أعينها؟ واحنا عندنا الاقتصاد المصري فعلا، يعني انا شايف ان هو حتى احنا ما عانيناش من فتره سقوط طويله بالنسبه او مقارنه بدول ثانيه كانت تعتبر سابقانه بشكل كبير، ولكن احنا عندنا يمكن نقول الاقتصاد الصغير هو اللي توقف الى حد ما، اللي هي على مستوى بقى التاجر الصغير، على مستوى المستثمر الصغير، هو اللي لحد ما عانى من بعض الركود خلال فتره الجائحه طبعا، ولكن الاقتصاد بشكل عام اعتقد ان هو ما عاناش من الركود بشكل ملحوظ. الوزارات اللي عندنا اللي شغاله للاسف هي اغلبها شغاله على الاستهلاك، يعني اغلبها، يعني مثلا وزاره زي وزاره الصحه دي وزاره خدميه، يعني هي مش مستهدف منها ان هي تكون وزاره. طيب الاهتمام بالمشروعات الصغيره، المشروعات متوسطه الصغر، هل ده اللي حضرتك بتقصده على حسب ما انا فهمت؟ هو الاهتمام، هو انا اقصد ده فعلا، يعني احنا المشروعات الصغيره مش بس الاهتمام بيها، يمكن وجهه النظر دي لازم توصل كذلك للمصريين، مش بس الاهتمام بيها ان انا بمولها، الاهتمام بيها ان انا بعمل لها كل الخدمات الاساسيه عشان تقدر تشتغل، يعني انا مثلا في ناس كتير او المشروعات كتير من دي تضررت نتيجه الاغلاق اللي تم في اثناء الجائحه، فالاسواق اللي هم بيستوردوا منها مثلا او بيصدروا ليها توقف، ويمكن احنا لاحظنا ان في مثلا تغيرات بتحصل في اسواق زي اسواق الفاكهه والخضار، ان في الانتاج ما قدرناش نصدره، فالانتاج دخل السوق المصري، فالناس لاحظت ان في حاجه متغيره، الناس ما عرفتش ان هي تكمل عمليه التصدير الخاصه بيها، فبعض الاحيان بيكون عدم توفر عمله صعبه عشان الاستفراج عن الحاجات اللي بتيجي من بره، فبعض الاحيان بيكون في الحكومه بتفاجئ ساعات المستثمرين، ويمكن ده برضه هي لازم يعني توضح لنا ازاي نحل عقبه زي كده، اشتراطات على عمليات الاستيراد مثلا، ان شهادات منشا والشهادات جوده معينه، فلازم تكون في مراكز رسميه اكثر ان هي تحل مشاكل صغار المستوردين والمصدرين، علشان هي دي الناس اللي بتشغل ايدي عامله، وهي دي الناس اللي بتحرك الاقتصاد الصغير اللي تحت، اللي هو مش لحد ما بيبان على الخريطه. صحيح. استاذ اسلام عبد العاطي، نائب رئيس الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات.